دلوقتي وموسيماني وقد ايه انه ايوه بقى مبسوط والبصمات وضحت ومبسوط من اختيار. اول كلمه قلتها لي قلت لي اختيار مجلس اداره النادي الاهلي موسيماني في الوقت ده ما كانش فيه احسن من كده. يا سارة، زي ما اتكلمنا قبل الهوا قلت لك لو هنشكر نشكر الإدارة بتاعت النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب، إن في التوقيت دوت يجيب مدرب عنده خبرات كبيرة قوي في أفريقيا وعنده دراية كبيرة جدا بالنادي الأهلي وبالوداد لما كنا قابلناه في قبل النهائي. فلا نشكر الإدارة طبعا اللي عندها وعي كروي كمان، اللي هي تقدر تختار مدير فني يقدر يفيد النادي الاهلي في المرحله دي. اكيد اكيد كل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي، لانه فعلا كانت مرحله حاسمه ومرحله مهمه. فنيات بقى موسيماني وكلام اكتر عن الفريق دلوقتي تحت قياده موسيماني بالشكل ده هيبقى بعد الفاصل الكابتن عفروتو، وبعد الفاصل كلام كتير قوي عن النادي الاهلي تحت قياده موسيماني.